جديدة ضم الهلال لاعب النصر السابق عبد الرحمن العبيد بعقد يدوم حتى 2025، ما شاء الله الهلال كله 2025. نحن نتعرف عليه في فقرة نجم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مرابيع أبو شقرة. عبد الرحمن العبيد الاسم الكبير الآتي من الشرق الذي يتحدث فقط لغة الانتصارات ولا يقص إلا شريط الاحتفالات، احتفالات عمت أرجاء نادي القادسية بعدما ساهم في وصوله إلى دور المحترفين عام 2015. الشجر ما له صوته عالي عالي يا قدساوي. وجنى العبيد الذي شق طريقه في الخبر وهو في العشرين من عمره في الفئات العمرية تعب السنين وبات القميص المعلق الذي يحمل الرقم 13 تحت المجهر. ادي عبد الرحمن يا ولد عدى الاول الثاني والثالث. قدم يسرى لا تعترف بالمستحيل وتصيب الشباك عن قرب وعن بعد، انه اكثر من مدافع، انه المراوغ والهداف وصانع الفرص. لمسه الى العبيد، هيسدد هيسدد يسدد ويغيرها فهد لتاني. هكذا وبعد ثلاثه مواسم مع القادسيه في الاضواء استقدمه النصر، ومع العالمي الاصفر امضى العبيد اياما لا تنسى. العبيد يتقدم باليسرى، يا الله لعبه حريف. كان للإصابات التي لحقته مع النصر أكبر الأثر في نفسه، ومع ذلك ذاق معه طعم الانتصارات واعتلى منصة التتويج بأغلى الألقاب. هو اليوم حديث الشارع السعودي بعد انتقاله دون ضجيج إلى الزعيم الهلالي في صفقة انتقال حر تمتد حتى العام 2025. الحمد لله اليوم تم توقيع مع نادي الهلال لمدة 3 سنوات. أسأل الله التوفيق الأيام القادمة إن شاء الله، سنوات مليئة بالإنجازات. ثالث أسماء الانتقالات الشتوية أراد الهلال فأراده تتمة لصفقات يأمل من خلالها العودة بقوة في مرحلة الإياب للمحافظة على اللقب العتيد. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. طبعا بالتوفيق لعبد الرحمن وبالتوفيق ايضا للهلال وابو عوف عبد الرحمن. شو الموضوع مصطفى اللي لفت نظري في تقرير اخوي ربيع؟ ان لما ينتقل لاعب من النصر الى الهلال او العكس بدون ضجيج، وهذا يمكن ما حصلت دائما، اي لاعب ينتقل من نادي هذا الى هذا النادي في ضجيج كبير جدا وفي سخط جماهيري على اداره الناديين. لكن عبد الرحمن يمكن الفترة اللي غاب فيها في هاي الفترة وما كان لاعب أساسي أرقامه قلت أو عطاء أقل، هل يقدر يفرض نفسه في تواجد لاعب مثل ياسر الشهراني كظهير؟ هل بيكون لاعب أساسي؟ هل نظر للمادة عن أنه يكون لاعب أساسي؟ أنا كنت أتمنى أن عبد الرحمن يروح لنادي يلعب فيه أساسي. ما صار مع يوسف السالم لما راح لعب في الهلال. أبو محمد أحمد الشمراني، الهلال ما شاء الله مكوش على كل شيء. بكرة عنوان مقالي يا أبو كرم، خلني أسوق له من خلال صدى الملاعب عنوانه موسم الهجرة للهلال على طريقة رواية الطيب صالح، موسم الهجرة للجنوب. فالآن اليوم، لكن في الصفقة هذه في ملمح جميل يا أبو كرم، يتمثل في أن هذا اللاعب طبعا انتهى عقده مع النصر ولا جدد، ذهب للهلال طبعا. لكن الجميل أيضا في الملمح أن النصر، أن الهلال النصر عندما قرف الأخبار أنه ذهب وعرف أنه ذهب، عمل له حفل تكريم داخل النادي وودعه توديع محترم جدا، وهذه أيضا تعتبر من الأشياء اللي يجب أن نتعامل معها على الرياضة هكذا. يعني تخيل لاعب ينتقل من نادي منافس، النادي منافس، ويكرم في نادي السابق ثم يبارك له ويغادر بدون ضجيج كما قالت. لو كان أساسي بيسوي له حفل؟ لا، بالنسبة للضجيج أخذوا كله كنه، ترى استنزف كل شيء. طيب.